هندخل الاثنين دول في بعض دلوقتي. الخطه بتاع اداره الجوده اللي احنا طلعناها في المحور الثاني ومعايير الاعتماد اللي احنا ذكرناها في المحور الاولاني هندخلهم في بعض ونشوف ايه اللي هيطلع عندنا. المعايير الاكاديميه المقصود بيها هنا طبعا معايير المركز الوطني، عشان نعرف العلاقه بين الاعتماد الاكاديمي والبحث العلمي يجب ان احنا نقارن ما يوجد داخل معايير الاعتماد الاكاديمي ومؤشراته، يعني محكاته ومعاييره ومؤشراته، مع نظام الجوده اللي احنا قلناه قبل كده. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنقارن، مش هنقارن، هنحط ما هو في المعايير الاعتماد الاكاديمي تحت اداره جوده البحث العلمي. تمام؟ تأثير نظام الاعتماد الأكاديمي على منظومة البحث العلمي هيبقى فيه المدخلات والعمليات والمخرجات والتقييم، وده اللي احنا أخدناه في الخطة بتاعت إدارة الجودة بتاعت البحث العلمي اللي هي دي احنا طلعناها المرة في المحور اثنين، احنا اللي طلعناها صح؟ هشوف بقى النظام الأكاديمي الاعتماد الأكاديمي بيشتغل ازاي في الحتة دي. نبص كده مع بعض. تأثير نظام الاعتماد الأكاديمي على منظومة البحث العلمي، نظام الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامج الاثنين بيدعموا عملية إدارة الجودة كما يلي. أول حاجة في مدخلاتها. أول مدخل قلناه فاكرينه كان الأولويات البحثية. بص كده مع الحتة دي، ده واحد من محكات معايير الاعتماد المؤسسي، محك 1712، يوجد لدى المؤسسة آليات لتحديد أولويات البحث العلمي. يبقى أول حتة بتاعت الأولويات أهي سدتها في نظام الاعتماد الاكاديمي. يحدد البرنامج اولويات بحثيه بما يتناسب مع رساله المؤسسه والتوجيهات الوطنيه، ده واحد من معايير او محكات معايير الاعتماد الدراسات العليا. يبقى الاولويات البحثيه كفرد هنا. عرفنا ان نظام الاعتماد الاكاديمي ممكن يشتغل عليها وبيشتغل عليها كويس جدا. نتفق مع بعض ان كل محك من دول المفروض يكون ليه طريقه او انشطه ازاي اعمله، والانشطه دي بتقاس بعد كده وبتقاس بمؤشرات اداء، ويجب يكون في مسؤوليات ويجب يكون في تايم فريم ازاي انفذ الكلام ده. دي الخطه اللي بتتعمل حوالين المحك. تمام؟ كويس. تاني الموارد، احنا قلنا اول حاجه الاولويات خلصناها. الموارد البشريه، نظام الاعتماد الاكاديمي بيدعم ازاي الموارد البشريه؟ بيدعم وجود عدد كافي من الباحثين، دي واحده. استقطاب المتميزين من الباحثين، دي اثنين. تنمية المهارات، ودي ثلاثة. تشجيع الإنجاز، أربعة. وجود بحث علمي كمحك لترقيه وتقييم الباحثين، ودي خمسة. لازلنا في المدخلات، وهناخد ثالث واحدة افتكروا ثالث واحدة في المدخلات كانت البيئة والموارد البحثية. نظام الاعتماد الأكاديمي بيدعم وجود بيئة مناسبة والعدالة في التوزيع وحقوق الملكية الفكرية، وجود قواعد بيانات ومرافق وتجهيزات وبرمجيات وغيرها من الخدمات اللوجستيه. لو انا عملت الحاجات دي كلها، عندي بيئه مناسبه وعندي كل الكلام دوت، اكيد هيساهم في رقي منظومه الايه؟ البحث العلمي. ازاي يساهم او وجود بيئه مناسبه؟ توفر مؤسسه بيئه مناسبه للبحث العلمي بما يضم مصادر قواعد بيانات والى اخره. ده واحد من محكات الاعتماد 7.3. وبعد كده تهيئ المؤسسه مناخ الداعم للابتكار والابداع، وده برضو واحد من المعايير المؤسسيه 7.5. نكمل لسه في المدخلات، الموارد الماليه. ازاي بيدعم نظام الاعتماد الاكاديمي المدخلات الماليه او الموارد الماليه؟ بيقول ايه؟ لازم يكون عندي ميزانيه، ولازم يكون عندي تمويل خارجي للبحث العلمي ممكن يتمثل فيه الكراسي العلميه او جهات المانحه. ده اللي ذكر داخل معايير الاعتماد. هل معنى ذلك ان مفيش حاجه ثانيه؟ لا، ممكن تدخل حاجات ثانيه، مفيش اي مشكله، ولكن ده ما ذكر داخل معايير الايه؟ الاعتماد. المعامل برضه من الخدمات الجنسيه صحيح. ميزانيه، تخصص المؤسسه ميزانيه كافيه تمكنها من تحقيق خطتها البحثيه، دي على بلاطه كده ما فيهاش كلام. الخدمات الجنسيه هي خدمات المسانده فعلا. مش عارف الكلمه دي عملت مشكله صحيح شويه، بس ماشي. مش بس كده، يعني وجود ميزانية البحث العلمي تخصص المؤسسة ميزانية كافية للبحث العلمي، صح. يتوفر الدعم المالي والتجهيزات اللازمة والبيئة الداعمة والمحفزة لأنشطة البحث في البرنامج، ده معايير الدراسات العليا.
الجميل بقى والجديد اللي طالع علينا دلوقتي اهو ان انا عندي مؤشر اداء كامل اسمه نسبه الميزانيه المخصصه للبحث العلمي، اللي هي نسبه الميزانيه المخصصه لمين؟ لاجمالي ميزانيه المؤسسه. ده مؤشر اداء يجب ان يوفى، لازم اعرفه ولازم اعمل له، لازم زي ما قلنا اشوف المستهدف بتاعه كام، اشوف القديم بتاعه كام اللي هو المقارنه المرجعيه الداخليه والمقارنه المرجعيه الخارجيه. تمام؟ عشان اقيس الايه المؤشر الاداء ده، ما ينفعش ما يبقاش عندي ميزانيه مخصصه للبحث العلمي، ولازم الميزانيه دي تكون معروفه على الاقل داخل مؤسسه، ومؤشر الاداء ده مقاس اذا كنا عاوزين نحصل على الاعتماد المؤسسي. تمام؟ جميل. العمليات بسرعه كده، تضع المؤسسه خطه محدده معلمه لانشطه البحث العلمي، خطه جهاز الاستثمار، ده مستثمر بياخد الشغل بتاعك في البحث العلمي تمام ويطلعه للايه؟ للجمهور. دي الفكره بتاعت جهات الاستثمار المستثمرين يعني تمام؟ وده موجود في الجامعات في السعوديه كويس، نظام ضغط الجوده. هل نظام الاعتماد الاكاديمي يدعم نظام ضغط الجوده؟ ده هو اصلا على بعض نظام ضغط الجوده، وفي محك جميل جدا اسمه 718 تطبق المؤسسه اليات مناسبه لقياس انتاجها البحثي، لقياس الانتاج البحثي تمام؟ وفقا لمؤشرات اداء محدده وتعد تقارير عنها. لقياس وفقا لمؤشرات اداء وتحسين وتطوير، ده نظام جوده كامل. تمام؟ في برضه واحد تاني 718 يطبق البرنامج اليات لتقويم انشطه البحث العلمي والمشاريع، ده برضه من تاثيرات نظام الجوده على او نظام الاعتماد الاكاديمي على منظومه البحث العلمي. المخرجات نواتج البحث العلمي. المخرجات نواتج البحث العلمي، عدد الابحاث بالنسبه للباحثين، جوده الابحاث العلميه، براءات الاختراع وجوائز التميز والتشجيع للباحثين، ده كله ازاي المؤسسه تدعم نواتج البحث العلمي. تسويق الابحاث العلميه والتعاون مع قطاعات صناعيه والجامعيه والجامعات المتميزه محليا ودوليا. كل ده بيقدمه نظام الاعتماد الاكاديمي للنواتج في البحث العلمي. ازاي بيقدموا؟ عدد الابحاث بالنسبه للباحثين، ينمي البرنامج قدرات الطلاب، طلاب اللي هم طلاب الدراسات العليا هنا، على تلبيه متطلبات النشر في المجلات العلميه. في مؤشر اداء جميل مؤشر اداء جميل اسمه نسبه النشر العلمي للطلاب اللي هم طلاب الايه؟ الدراسات العليا. المؤشر ده لازم يتقاس. وهل نشروا بحوثهم في مجالات علمية ولا لا، وقدموا أوراق في مؤتمرات ولا لا، يبقى يجب الجامعة تساعد الطلاب على نشر أبحاثهم في المجالات العلمية وتساعدهم أنهم يطلعوا مؤتمرات عشان أقدر أوفي مؤشر الأداء ده. بصوا بقى على الإيه، على الحتة الجميلة دي. إحنا هنا بنتكلم على عدد الأبحاث العلمية بالنسبة للباحثين. الباحثين أولهم الطلاب، وخلصنا موضوع الطلاب. الباحثين نفسهم بقى إيه؟ بصوا الثلاث مؤشرات اداء دول، النسبه المئويه للنشر العلمي لاعضاء هيئه التدريس، هو اللي بعديه نفسه، هو اللي بعديه، مع انهم ثلاث مؤشرات اداء موجودين في ثلاث معايير اعتماد مختلفه. تمام؟ مما يدل على اهميه اعتناء او على اعتناء معايير اعتماد اكاديمي بنسبه مئويه للنشر لاعضاء هيئه التدريس. الاحلى كمان نفس مؤشر اداء او شايفينه، معدل البحوث المنشوره لكل عضو هيئه تدريس، مكرر برضه في الثلاث معايير، في المؤسسي، في الدراسات العليا، في برامج البكالوريوس. تمام؟ نفس مؤشر اداء. طيب نشوف الاحلى كمان، جوده الابحاث العلميه، معدل الاقتباسات، هل مؤشر الاداء برضه مكرر؟ مكرر برضه، هو نفس مؤشر اداء، معدل الاقتباسات في المجلات المحكمه بتوع البرنامجين اللي هم الدراسات العليا والبكالوريوس، وفي مؤشرات اداء المؤسسه. مهم جدا ان احنا نقيس الحاجات دي. براءات الاختراع، يوجد للمؤسسه اليه تشجيع الانجازات والمبادرات البحثيه المتميزه، اكيد تشجيع المؤسسه الطلاب على المشاركه في المشروعات والانشطه البحثيه المناسبه مع الاعتراف بوجودهم، ودي كلمه في منتهى الجمال. المحك ده بيقول لك مش شرط، مش بس انك تشجع الطلاب، لا ده انت تعترف بوجودهم،
تعمل طريقات ما تعترف بوجودهم، تديهم شهادة، تديهم حاجة تعترف بمجهود الطلاب دول. فده معيار جميل جدا، ده معيار مؤسسي على فكرة كمان. تسويق الأبحاث العلمية تطبق المؤسسة السياسيات وإجراءات محددة للتسويق والاستثمار التجاري للابتكارات والإنتاج العلمي. ده برضو كان في الرؤية، لو تفتكروا إن الرؤية بتشجع ريادة الأعمال والابتكار، وده مهم جدا هنا. تسويق الأبحاث العلمية يطبق البرنامج برضو في الدراسات العليا آليات تسويق الإنتاج العلمي. التقييم آخر حاجة، إحنا كان عندنا إيه؟ كان عندنا مدخلات مخرجات وعمليات، وعندنا إيه؟ التقييم. التقييم ليه شكل مختلف شوية. التقييم عندنا ممكن يقع في شقين، وبرضو التقييم بيبقى فيه حاجات من وجهة نظر المؤسسة ومن وجهة نظر الباحث. يعني أنا بقيم نظام إدارة الجودة، ده التقييم البحث العلمي من وجهة نظر المؤسسة. بقيمه إزاي؟ بقياس مؤشرات الأداء. تمام؟ وده بسيط، أو ده مش بسيط طبعاً، هو مش بسيط، ولكن ده فهمناه، ده فهمناه قبل كده. لقياس مؤشر الأداء زي ما احنا قلنا، مش هعيد الكلام ثاني بسرعة، لازم يكون عندي مستوى أداء مستهدف، طريقة لجمع البيانات، وطريقة لاحتساب مستوى الأداء الفعلي، وبعد كده طريقة لجمع المعلومات، وطريقة لاحتساب مستوى الأداء المرجعي والداخلي والخارجي، وبعد كده بعمل تحليل لده كله، واخرج بقيمة الأداء المستهدف الجديد بتاعي بعد ما احلل مستوى الأداء الفعلي قدام كل مستويات الأداء اللي احنا اتكلمنا عليها دي. وده تقييم نظام إدارة الجودة، اللي هو التقييم من وجهة نظر المؤسسة. طب التقييم من وجهة نظر الباحث، اللي هو تقييم الأبحاث العلمية، معايير الاعتماد قالت إيه على هذا الكلام؟ معايير الاعتماد ادتنا طريقة واحدة فقط لتقييم الأبحاث العلمية، تقييم الأبحاث العلمية، وهي الطريقة اللي احنا بنسميها قياس معدل الاستشهاد المرجعي أو الاقتباس زي ما قلت لحضرتك. طيب معدل الاستشهاد والمعتمد على نظام الاعتماد ينسب عدد الاستشهادات الكلية لجميع الباحثين. يعني عشان أقيم البحث العلمي وأشوف هل هو في المؤسسة، هل هو يعني عالي ولا لا، بشوف نسبة الاستشهادات اللي حصلت لكل بحوث الباحثين الموجودين، وبعد كده بقسمها على عدد الباحثين، ده يديني معدل الاستشهاد داخل المؤسسة. تقييم الأبحاث العلمية عامة بيعتمد على البحث نفسه، ممكن أقيمه باستعمال البحث، وده اللي ادهولنا نظام الاعتماد اللي هو معدل الاستشهاد أو السيتيشن. ممكن أقيمه على أساس المجلة العلمية، وده المشهور والمعروف معامل التأثير اللي هو الإمباكت فاكتور أو الكوارتايل سكور اللي هو التوزيع على الأربعة، وده بيعتمد على المجلة العلمية. أو ممكن أقسمه عن طريق الباحث، وده المشهور برضه والمعروف اللي هو الـ H-Index، من أهم الأنظمة في توجيه في تقييم الأبحاث العلمية على مستوى العالم. نظام، أو على سبيل المثال نظام اسمه الـ Standard Evaluation Protocol، ده موجود في هولندا، مشهور قوي، وده بيستعملوه في تقييم الأبحاث العلمية عشان أشوف، أو تقييم المشاريع عشان أشوف حد فلوس ولا لأ. يعني بيستعملوه في الجرانتنج بيسموه، ازاي اشوف ادي فلوس على البحث ده ولا ما اديش. الريسيرش اكسلنس فريم ورك برضه موجود في المملكه المتحده، وبرضه من اهم الانظمه لتقييم جوده الابحاث العلميه في العالم.